سير خاص فهمنا شو خويا كيف حسيت الحال. شاف انا الصباح كي بكرت جيت كيما نداري نمارس النشاط تاعي باش نحلب البقري، كي جيت لقيت الباب مطرطة كيما هاك يا وما لقيتش البقري. البقري وين كان؟ البقري كان منا. اي كي الصباح كي جيت ما لقيت والو. حوست عليهم انا مليح منا، حوست مليح دورت منا وتقصيت الجوارين كاع يا ما لقيتهمش. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وحماية المواطنين وممتلكاتهم، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي حمادوش التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 46 سنة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجنحة سرقة المواشي. تعود حيثية القضية إلى شكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرضه لسرقة رؤوس أبقار. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد تكثيف التحريات تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة الأبقار وسيارة تجارية كانت تستعمل في السرقة، أين تم استرجاع 3 رؤوس أبقار سلالة فرنسية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم أمام الجهات القضائية. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تبليغ انتهاء أفراد الدرك الوطني لبلدية سيدي حمادوش ولاية سيدي بلعباس وبذلهم مجهودات كبيرة، تم العثور على الأبقار تاعي واسترجعتهم وراهم هنايا والحمد لله، ونشكر أفراد الدرك الوطني على المجهودات الجبارة.